السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ معاكم حسين محمد زميلكم في الرابعة. النهاردة ان شاء الله هنشرح محاضرة جديدة من محاضرات مادة الكوميونتي، وهي الاسسمنت اوف البروفيشناليزم. يعني ازاي اعمل اقيس البروفيشناليزم دوت؟ قال لك تقيس البروفيشناليزم عن طريق ايه؟ تخيل معايا كده طالب في كلية الطب، تمام، هيدرس طبعا منهج الطب، تمام. فلما يدرس منهج الطب هيبدأ يطبقه على، لما يتخرج هيبدأ يطبقه على المرضى، لما يطبقه على المرضى هيبدأ يأثر على ايه؟ على صحتهم، صح؟ يبقى هو ايه؟ هو outcome measure of medical education، هو النتائج بتاعت ان انا اقيس ايه؟ دراسته للطب، medical education، تمام. طب بعد كده ده بيعمل ايه؟ ده بيعكس لنا قياسه لايه؟ لما نقيس to measure outcome of patient care، ان انا ادي اهمية ليه؟ للمرضى. طب لما اهتم بالمرضى بتاعتي ايه اللي يحصل؟ قال لك دوت هيعمل ايه؟ indicator، يعمل as indicator of ايه؟ of الهيلث كير كولتشر، تمام. طب المهم برضو في السلايد ديت ان انت بيقول لك ان انت لو انت ما عرفتش تقيس البروفيشناليزم مش تقدر ان انت تحسن المستوى بتاعك. يبقى if it can't be measured it can't be ايه؟ improved. ده ملخص المحاضرة كلها هتتكلم عن الموضوع ده، ان هو انت لو انت ما عرفتش تقيسه مش هتعرف تحسن مستواك، او لو انت ما خدتش فيدباك مش هتعرف ايه تتعلم. يعني مثلا في محاضرة مثلا زي المحاضرة دي انا بدات اتكلم معاكم وبدات ان انا اشرح لكم، بعد كده قلت لكم مثلا اعملوا فيدباك في الاخر. طب لو عملت فيدباك دوت ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان انا ايه؟ ابدا ابص على انت مثلا كرهت الحته دي مثلا، او انت شرحت الحته دي كويس، فانا فهمت كده ايه اللي انا مقصر فيه، فابدا ان انا اشتغل على نفسي اكتر في ان انا ايه؟ اتعلم من اخطائي وابدا اشتغل صح. فانا لو اني ما عملتش فيدباك دوت ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل ليرنينج، يبقى نو فيدباك نو ليرنينج، اوكي. بعد كده بيقول لك ان هنا انا لو قست بطريقه واحده بس دوت مش كافي بالنسبه لي، انا لازم اقيس بكومباينيشن، بمجموعه من الطرق. والمجموعه ديت زي ايه؟ قال لك اول حاجه سيلف اسسمنت، بير اسسمنت، يعني يعني انا اقيس بنفسي، او ان انا اقيس لاقراني، او ان انا اقيس او الزملاء يعني بتوعي يقيسولي، ماشي. او الاوسكي، الاوسكي اللي هو عامله زي امتحان البطنه بتاعنا مثلا، هو بيبقى اوسكي اللي هو حالة مثلا والدكتور قدامك وانت تبدأ تطبق على الحالة، ويبدأ يديك نقط وايه؟ ويديك الدرجة في الآخر. أو دايركت اوبزرفيشن باي فاكالتي، اللي هو انت مثلا بتشرح للطلبة قدامك، والطلبة دول بيبدأوا ايه؟ يبدأوا يعملوا ايه؟ يبدأوا يعملوا ملاحظات عليك مباشرة كده قدامك، أو أثناء ريجولار educational سيشن في كذا كذا مثلا محاضرة منتظمة، فأنا بدأ ايه؟ يحصل دايركت اوبزرفيشن عندك. أو كريتيكال ليرنر مينتيند بورتفوليوز، ما علينا يعني. طب اهم حاجه بقى هنا بيقول لك ايه هو الموست كومن يوزد تول، ايه هو الاداه اللي انا بستخدمها اكتر حاجه بستخدمها؟ هي جلوبال بيرفورمانس ريتنج. الجلوبال بيرفورمانس ريتنج، خد بالك من الكلمه دي عشان او الجمله دي، علشان ده ممكن يجي لك ام سي كيو جدا، لان هو يقول لك ايه هو الموست كومن تول تو اسيس بروفيشناليزم، هيقول لك هنا الجلوبال بيرفورمانس ريتنج. طب بعد كده ايه هي العناصر بتاعتنا ان انا ابدا اقيس بيها عن طريقها البروفيشناليزم؟ قال لك كل الطرق بتختلف بس بتتحس العناصر دي. ايه العناصر؟ اول حاجه ان انا ازاي اتعاملت مع الناس التانية مثلا، سواء الزملاء بتوعي او الستاف بتاعي او المريض. تاني حاجه ازاي انا واعي بنفسي، يعني انا بتعامل ازاي مع النقد، بنقد نفسي ازاي. تالت حاجة communication skills، ازاي انا بقت مثلا محتاج معلومة طلبتها من حد، فهمت معلومة بدأت ان انا اشرحها او اديها لحد، تمام. اسمع الناس اللي حواليا، listening to others، الكلام ده. طب رابع حاجة ان هو ايه؟ demonstration of personal quality، اللي هو اعمل tolerance ازاي، اعمل empathy ازاي، ماشي، ان هو تتعاطف مع الناس ازاي، leadership تقود المجموعة اللي معاك ازاي، الناس تحترم الآخرين ازاي، الكلام ده يعني ده اسمه demonstration of ايه؟ في personal qualities، اوكي. بعد كده دخلنا على مصطلحين مهمين جدا عشان ممكن يقول لك ام سي كيو دول، اللي هو الهالو والهورن. ايه هو الفرق بين الهالو والهورن؟ بص، الهالو هقرا لك دلوقتي وبعد كده هعمل لك بصمجة سهلة. الهالو ايه؟ يعني انا مثلا بسأل واحد في امتحان كذا سؤال، هو جاوب لي اول سؤال حلو وبعد كده الباقي ايه؟ اي كلام. فانا قلت الواد ده فاهم، فقمت مديله ايه؟ الدرجه النهائيه. بس في دكاتره على الدوشه، فقمت مديله ايه؟ الدرجه النهائيه. طب تاني حاجه اللي هو الهورن ده،
قالك لا الهورن ده انا الولد دوت قعد يجاوب لي كويس جدا جدا جدا، وجي في الاخر جاوب لي سؤال مش كويس، فانا حسيته ايه نقصته عشان ده اسرع الباقي، فويك بوينت انها تاني كان سترونج بوينت. طب افرقها ازاي الهالو؟ بص يا عم الهالو اتش اي ال او صح ماشي، طب لو قلنا سترونج اس تي ار او ان جي، خدت بالك انت من دي؟ يعني ده رابع حرف، ده رابع حرف، هي الوحيدة اللي فيها او ماشي، والكلام ده ماشي. آه متأسف طبعا بصمجة السهلة دي بس ما علينا. يعني كده نخش بقى على الخطوات بتاعتنا او التولز بتاعتنا. تمام، اول حاجة كانت observation by faculty، الناس اللي انا بشرح لهم دول، قال لك عشان تعمل كده عندك إيه اسمه ده، قال لك يعني واحد من ايه، واحد من الاختبارات ديت هم عملوها او خدوها ادانا يعني مثال عنها اللي هو البي ميكس. ايه البي ميكس دوت؟ هو اسمه بروفيشناليزم ميني ايفالويشن اكسرسايز او البي ميكس. ده بيدينا طريقة كويسة من بحيث ان انا ابدأ اعمل اسسمنت للبروفيشناليزم دوت، يعني عشان يطور او يطور الفيدباك بتاعه ويبدأ ان هو يشجع ايه، يشجع النقد الذاتي بتاعه والكلام ده، اسمه بي ميكس. البي ميكس دوت الدكتور بدأت ان هي تطبق هنا، يعني مثلا تقول لك ايه ان هو انت بدأت تعرف نفسك، خدت الاشهر يعني الشكوى بتاعته الرئيسية بتاعته، خد اللي هو الهيستوري من العيان، خد مثلا بين انكويري، خد عنده اليرجي مثلا الكلام ده، ريفيو للسيستم والكلام ده. تمام، طب تاني حاجة بقى الاكزامينيشن مثلا، عمل اسمه ايه ده، شاف البيبلز، عمل فيجوال فيلد، عمل موتيليتي الكلام ده يعني ماشي. طب هنا انتربرسونال اللي هو امباسيك ريسبكتفول الكلام ده، مش لازم انت تحفظ الكلام ده اصلا، انت بس تبقى عارف ان في جدول كده ان هو بيستخدم اللي هو بتاع البي ميكس. طب اهم حاجه بقى هنا ان هي البروفيشناليزم ديت، قال لك ان هو بيبقى عباره عن ايه اصلا، عباره عن 24 سؤال ماشي في اربع كاتيجوري. ايه الاربع كاتيجوري دول؟ قال لك اول حاجه اللي هي دكتور بيشنت سكيلز ما بين الدكتور والبيشنت، تاني حاجه اللي هو ايه ريفليكتيف سكيلز اللي هو الدكتور ونفسه، او الانتر بروفيشنال سكيلز اللي هو الدكتور والزملاء بتوعه، او تايم مانجمنت اللي هو ايه اللي هو يعني اداره الوقت بتاعه. طب ده مهم في ايه؟ قال لك مهم ان هو بيعمل فورميتيف اسسمنت وفيدباك وريفليكشن. ما احنا قلنا ايه ريفليكتيف سكيلز، يبقى بيستخدم في الريفليكشن، انتر بروفيشنال سكيلز ماشي، ودكتور بروفيشنال سكيلز وتايم مانجمنت. لا هي كان قصدي اصلا على ديت اللي هو او الفيدباك والسيلف ريفليكشن والكلام ده. اوكي فانا قلت ايه، قلت هنا يعني ايه فيدباك وريفليكشن واسسمنت فاهمني. طب تاني حاجه السيلف اسسمنت ان انا ابدا ان انا اقيم نفسي، اقيم نفسي اللي هو بيرسونال ايفالويشن اوف وانز ايه بروفيشنال اتريبيوتس ماشي وابيليتيز اجينست بيرسيفد ايه نورمز، على من حيث ايه؟ طب انا بقيم نفسي من حيث ايه؟ قالك من حيث قواعد اساسيه. ايه هو ده مثلا؟ الدكتور طبعا ما كملش الكلام دوت، هو اتكلمت على الموضوع ده، قالك مثلا هنا ان هو انت تبقى كويس جدا لو انت مثلا ايه عرفت معلومة بدأت انت تعلمها للناس، كده يبقى انت كويس جدا. طب عرفت المعلومة بدأت انت فهمتها انت لنفسك، يبقى ده التالت. طب هنا عرفت المعلومة بس بعد ما حد شرحها لك كده على لوحدك يعني، يبقى ده ايه اتنين. طب وحش خالص ده اللي هو ايه اللي هو ما فهمش اصلا المعلومة. تمام، ده ايه ده سليف في الاسسمنت. طب البير اسسمنت، قالك البير اسسمنت دوت ان انا ابدأ ايه ابدا اشوف وابدا اقيم الزملاء بتوعي، بحيث ان انا يعني انا في المستقبل هقدر ان انا اخليهم اخلي يعني عيلتي تكشف عندهم او انا اكشف عندهم ولا لا. او يبقى ميديكال ستودنت يوجوالي نو ويتش اوف زير كلاسميت اللي هو الزملاء بتوعه في الدراسه، يعني زي هو تراستد وتريت ايه زي فاميلي ممبر، هيثقوا فيهم ان هم ايه ان هم يعالجوا العيله بتاعتهم. تاني حاجة ان هو ايه ان هو I will refer my own family، ان انا هبدأ اودي العيلة بتاعتي او ال patients بتوعي لإيه ل future physician دوت اللي هو الطبيب المستقبلي ده ماشي، او اسأله ان هو يخليني ايه ان هو يبقى my doctor يعني. تمام، طب ال peer assessment ده هي دكتور برضه اللي صايدي ما اكدتش عليها بس انا يعني ايه ممكن نقراها سوا كده. هو بيقولك ان هو ايه ان هو بيتضمن assessors with the same level of expertise and training، يعني البير assessment ده بيديك ايه بيديك نفس المستوى بتاع الخبرة والتدريب، ودوت بيخليك انت تقيس ان هو بيأدي ازاي او مستواه ازاي ماشي بتاع medical student، او سواء كان طالب لسه او بقى مقيم او بقى خلاص، سواء كان
طالب او بقى مقيم او بقى الاداء بتاع السا ميديكال ستودنت او ريزيدنت او براكتسنج دكتور بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا يوسفول انسايت، بيقول لك يعني بيورينا ايه؟ بيورينا الادراك بتاع المتعلمين دوت، او المهارات بتاعتهم، بتاع ما بين مهاراتهم ما بينهم وما بين بعض، ماشي، وبرضو السلوك بتاعهم، وده بيحفز لهم ايه؟ بيحفز لهم ان هم يبقوا متحمسين كده، ويبقى عندهم مسؤولية، ويبقى اسمه دوت، ويبقى يعني ريفليكتيف، ان هم بيبداوا ينقدوا نفسهم والكلام ده. اهم حاجه سيبك من السايد ديت، اهم حاجه عندنا ان احنا نعرف ان هو ان انا ببدا اقيمه، بحيث ان انا هقدر اخلي عيلتي عنده ولا لا، اوديهم يعني عندي ولا لا. والاربعه ايه؟ والاربعه تيبس دول، ايه الاربعه تيبس دول؟ قالك اول حاجه ان انا ابقى اونست معاه، لكن مش لكن دبلوماتيك. يعني ايه؟ يعني ابقى صريح معاه، اقول له انت عملت حاجه وحشه، انت كده تبقى وحش، يعني انت كده مش كويس. لا، انت تقول له انت عملت حاجه وحشه، بس يعني ممكن تعملها كذا، فاهم يعني ايه؟ تبقى دبلوماسي يعني، ماشي. تاني حاجه هنا ان انت عملت حاجه وحشه بس معاك داتا، السيرشن بتاعك، الراي بتاعك، بس معاك ايه؟ داتا، معاك بيانات للكلام ده. تالت حاجه انت ما تبقاش ما تخليش العلاقات الشخصيه ما بينك وبين زمايلك دول يخليك يقصر ايه على حكمك ده. طب رابع حاجه، رابع حاجه ان انت ما تندفعش في العمليه دي، يبقى دونت رش ايه ثرو بروسيس. اوكي، الاربعه تيبس دول لازم تبقى عارف، او الاربع خطوات دول لازم تعرف. البنفيت بتاع البيل اسسمنت، الدكتور طبعا عديت السلايد ديت، بس يعني احنا عرفنا نقراها. ايه هي الاهميه بتاعتها؟ اول حاجه ان هو هيحسن ايه؟ هيحسن قدرتك الانتقاديه، ويحسن الايفاليوتيف كاباسيتي، اللي هي ايه؟ اللي هي قدرتك ان انت بتقيم الكلام ده، تمام. طب تاني حاجه ان هو بيديك بيتر اندرستاندنج اوف اكاديميك ريكويرمنت، اللي هو ايه؟ اللي هو بيخليك تفهم اكتر ايه اللي هم طالبين منك. تالت حاجة اللي هو دي من يو اندرستاند، يخليك تفكر بعمق، يعني تبقى عامل عميق، ماشي. دول الرؤوس بتاع الكلام ده، والكلام تحته اصلا يعتبر هو نفس الكلام. فانا ايه يعني توفي الوقت، فانا مش هقراه، بقراه انت، تمام. طب الاوسكي بقى، قالك الاوسكي ده لو جينا اتكلمنا عن الاوسكي، قلنا نفتكر مثلا او نتخيل لما تبقى السنة الجاية ان شاء الله تبقى قدنا كده وتخش امتحان البطنة. انا بطني بيبقى الدكتور قاعد والبيشنت قاعد قدامك، فانت بتخش مثلا لازم تخش على ايده اليمين، تقول ازيك يا عم الحاج، معاك دكتور حسين مثلا، وتبدا تتعامل معاه، ومثلا هو يقول ياخد تاخد منه الهيستوري مثلا، يبدا هو يحكي لك، فانت تتاثر معاه مثلا الكلام ده، تمام. يعني مثلا هو بيقول لك هنا اهو ريلابلي اسس ايه كلينيكال نوليدج، معلوماتك بتاع دوت، والتكنيك انت بدات تعمل مثلا، اعمل اسكوتي تحط السماعه، شوف حاطط السماعة ازاي، ده ايه؟ ده اسمه تكنيك. كل الكلام ده بيديك درجات عليه، صح؟ يعني هو برضه عشان تعمل اسيست بروفيشناليزم لازم تعمل ايه؟ اللي هو الكلام ده، اللي هو الاوسكي، اه، تكنيك سكيلز. تاني حاجة ستودنت هيومانيزم، عندك انسانية ولا لا، ماشي. بدأت تعمل امباسي سكيلز، اللي هو بدأت تتعاطف معاه وهو بيتكلم ولا لا، ماشي. والاداء دوت بيبقى ريفليكت على ايه؟ على كل السكور بتاعك، صح؟ يعني مثلا هو عمل اداء كويس بقى ينبسط كويس، يبقى اديله 4 هنا 4 هنا 4 هنا، يبقى الدرجة من 12، اديله 12 من 12، هكذا، فاهم؟ طب تالت بعد كده بيقول لك ان هو كومباينيشن ما بين ايه؟ بين هيستوري تيكينج، اخدت الهيستوري منه، عملت فيزيك اكزامينشن، عملت تكنيك، عملت اورجانيزيشن، لو واقف معايا مثلا زميلي بدأنا ان احنا نتفاهم مع بعض، عملنا انتربيرسونال ايه سكيلز وكوميونيكيشن سكيلز، صح؟ ده اسمه الاوسكي. طب الخامس حاجة اللي هو السيرفي، السيرفي دوت اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا استطلاع الرأي او كويشنير. طب ده تعمله ازاي؟ قال لك ان انت مثلا في محاضره، تمام، مش في محاضره، اه في محاضره، قلت لك مثلا ايه، انا عايز اسمع منكم انتوا رايكم ايه، يقول لك لا احنا نعمل السيرفي احسن. يعني ايه؟ عشان تبقى السيرفي ده استطلاع راي، ما حدش يبقى عارف مثلا ايه، ما حدش يبقى عارف ان انت اللي عملت، ان انت كاتب الكلام ده، فاهم يعني؟ بتبقى يعني ما بتبقاش خايف من حد، معنى اصح اهو، تو اسس بريفيلانس وسبجكتيف اكسبيرينس. ده بيقول لك ايه؟ الدكتوره لما جت تتكلم عن الموضوع ده قالت لك مثلا انا خلصت المحاضره بتاعتي، فقلت لكم مثلا ايه الخطا بتاعتي، فانت قلت مثلا خطا اللانجوج مثلا 5%، ده اسمه بريفيرنس. ايه ده؟ اسمه بريفيرنس. طب السبجكتيف اكسبيرينس يعني بتعتمد في الكلام ده على مين؟ على خبرتك انت، صح؟ يبقى خبره ايه؟ السبجكت، يبقى سبجكتيف اكسبيرينس. وده بيبقى ليه علاقه بالانديفيديوال او الاوبزرفيشن او البرسبشن للاذر، تمام، او للكلايمات بتاعنا اوف اجروب او انستتيوشن، الكلام ده، ماشي. هي الكلام قال الكلمتين دول بس والله، يعني انا ما رضيتش يعني ازود في الكلام ده، لان هو اصلا كلام ما يتقريش، فاهم؟
بعد كده بورتفوليو او البورتفوليو ده قال لك ان هو يعني عباره عن ايه. بورتفوليو ده قالت لي عباره عن فايل بنحط فيه التقييمات بتاعتنا او القياس بتاعنا للبروفيشناليزم بتاعتنا، تمام، عشان يبقى ايه، نعرف يعني يبقى عندنا معلومات ونبدا احنا نطور في نفسنا. هو الكلام ده، هو بورتفوليو ده هو عباره عن ايه، بيقول لك اسيس دي تو دي بيرفورمانس، اللي هو الاداء بتاعك كل يوم بيومه، وده بيعمل لك كومبريهنسيف رينج اوف انفورميشن، بيديك معلومات متكامله، ماشي، وفي بالطريقه ديت. وده بيدينا ايه، كان بروديوس او الفاوندد سميتيف جادجمنت، بيديك يعني اللي هو يعني ايه، لما تيجي تدي حكم لنفسك بتبقى ايه يعني، يعني لامن كل حاجه وفاهم كل حاجه. والدكتور اند ستودنت كان اوسو سيميتلس، ما علينا يعني، فورماتيفلي اناليسيز زير اون بيرفورمانس، بيبدا ان هم يحللوا لوحدهم، بيبدا ان هم يحللوا ايه الاداء بتاعهم، تمام، وده بيأثر عليهم وبيخليهم ان هم يحسنوا ايه، يحسنوا الشغل بتاعهم يعني. وده بيوريك ايه objective for further learning، اللي هو يعني لما تيجي تشرح تاني او تيجي تعمل الكلام ده تاني يبقى عندك ايه، تحسن البراكتس بتاعك، تمام. يقول لك ان البورتفوليو cultivate skills such as reflection و self assessment. يعني احنا كنا قلنا اول حاجة اللي هو بتاع ال اسمه ده، اول حاجة اللي هو اول حاجة خالص، معلش يعني جايلة اهو، اللي هو ال اللي هو اللي دوت اللي هو اسمه ايه، لا مش ده، وراحت فين، معلش، اللي هو اللي هو البي ميكس ده، قلنا ان هو كان للفورماتيف اسيسمنت وفيدباك وريفليكشن، صح. هنا بقى دوت في البورتفوليو دوت قال لك اهو دوت عشان بالريفليكشن والسيلف اسيسمنت برضو، والاليمنت اسينشال فور تو ايه، تو البروفيشناليزم. وده بيعمل ديفلوبمنت ايه، ديفلوبمنت نيتشر، بيسمح لك لونج تيرم فولو اب، تعمل فولو اب لنفسك وتبدا ان انت تعمل بروفيجن للفيدباك، وتبدا ان انت مونيتور ايه اوف بروجريس اوفر تايم، اوكي. بعد كده برضو الجملة دي مهمة جدا جدا جدا، بيقول لك ان all student should be assessed، لازم كل الطلبة يبدأوا ان هم لازم ان هم يعملوا يعني يتقاسوا، ماشي، ان هم تبدأ تقيس البروفيشناليزم بتاعتهم، تمام، عن طريق حاجتين، formative و summative. formative ده عن طريق مثلا ايه، عملت كويز بعد الامتحان زي الدكتور ما قالت، عملت كويز بعد الامتحان وبدأت ان انت ايه تحل فيها، ده اسمه formative. سميت ان انا ايه وانت قاعد في الشرح بقى انا ايه اسالك، تمام. يبقى لو جه قال لك مثلا all students should be assessed formatively only، ده طبعا فوز، ماشي، formative and ايه and summative، اوكي. بيقول لك هنا برضو ان انت تفتكر يعني self and peer assessment، ماشي، والاوسكي والدايركت اوبزرفيشن باي فاكولتي during regular educational session، ماشي، والبورتفوليو برضو are frequently used professionalism assessment tools. احنا قلنا هما كانوا 6 حاجات، اول حاجه اللي هو كان ال observation by faculty، تاني حاجه السيلف اسسمنت، تالت حاجه peer assessment، رابع حاجه الاوسكي، كان في السيرفي وفي ايه بورتفوليو، تمام. دول ايه، دول عباره عن كومباينيشن مع بعض، بربطهم مع الادوات دي، بربطها مع بعض وابدا نعمل ايه، اعمل assessment دي ال assessment دي ال professionalism، وده بنسميه triangulation، triangulation، ماشي، وده بنحتاجه علشان assess professionalism، تمام كده. شكرا ليكم يا دكاترة. بس قبل ما اخلص عايز اراجع لكم كده مراجعة سريعة، مراجعة سريعة ان شاء الله مش تاخد يعني 5 دقايق بالظبط. يعني احنا بدأنا في الاول الاسسمنت بتاع البروفيشناليزم، قلنا التعريف بتاعها، كنا عارفين التعريف دوت احنا بنتخيل ايه، بنتخيل الطالب الطب بدأ يتعلم، بعد كده بدأ يطبق على المرضى، بعد كده بيأثر على ايه، على الصحة بتاعته، يبقى هو ايه، ان هو outcome measure of medical education، ماشي، ده بينعكس على ايه، بينعكس على measure outcome of patient care، ماشي، ك indicator، بنستخدمه ك indicator لايه، ال health care quality، اوكي. وبعد كده عرفنا هنا ان هو لو انت مقدرتش تقيسه مش هتعرف تحسنه، يبقى if it can't be measured it can't be ايه improved، دي احسن حاجة فيه. بعد كده دخلنا على تالت حاجة، قلنا ان احنا لو معملناش فيدباك مش هنبدأ ان احنا نتعلم، صح، ومثلناها بالمحاضرة ديت، مثلا لو انا اديتك اعمل فيدباك في الاخر وانا جيت بصيت عليه وفهمت ان انا غلطت كذا كذا كذا، فانا ابدأ ان انا احسن في نفسي، يبقى دوت ايه، اتعلمت، صح. يبقى لو مفيش فيدباك يبقى مفيش ايه، تعلم، اوكي. بعد كده عرفنا هنا ان مفيش، ما بنستخدمش ميجر واحد، لا، ده بنستخدم كومباينيشن او تراينجليشن ماشي مع بعضها، زي مثلا سيلف اسسمنت وبيل اسسمنت والاوسكي والدايركت اوبزرفيشن باي فاكولتي، ماشي، والكريتيكال اللي هو البورتفوليو،
تمام. والسيرفي طبعا، بس هو مش حاطط سيرفي، وعرفنا ان هنا most commonly used used tool في الاسسمنت، في الاسسمنت او في البروفيشناليزم هو ايه؟ جلوبال بيرفورمانس ريتنج. جلوبال بيرفورمانس ريتنج وده الكلام ده، عرفنا ان كل السكيلز او كل الكلام ده بيبقى مختلف عن بعضه، بس بيجتمعوا في elements او عناصر. ايه العناصر ديت؟ اول حاجه ان انت تتعامل ازاي مع الناس التانية، اللي هو البيرز، اقرانك او زملائك والستاف بتاعك والبيشنتس. تاني حاجه اللي هو السيلف اويرنس، اللي هو وعيك انت، انت وعيك بالنقد، يعني انت اتعاملت ازاي مع الحد اللي بينقدك، مثلا قالك انت اعمل كذا، ولا مثلا انت بدأت تنقد نفسك مثلا، تمام. طب تالت حاجة اللي هي communication skills، قالك communication skills ديت اللي هو ايه؟ اللي هو انت مثلا بدأت انت تدي معلومة او تطلب من حد يديك معلومة او تسمع الاخرين. رابع حاجة اللي هو ايه؟ اللي هو انت بدأت بقى عندك اللي هو empathy او leadership او respect، اللي هو تحترم الناس وتبدأ انت تتعاطف معاهم وتبدأ تاخدهم والtolerance والكلام ده، تمام. عرفنا الهالو والهورن، قلنا الهالو مع السترونج بوينت، ماشي، اللي هو ايه؟ اللي هو قال حاجه كويسه وبعد كده قال كله وحش، يبقى انا هعمله ان هو سترونج بوينت واديله ايه؟ دراجون دراجون من هي ده اسمها هالو. طب الهورن، قلنا الهورن دوت ان انا قال كله صح ما عدا اخر واحده مثلا عملها ضعيفه، فانا عممتها عليها ونقصته كتير، يبقى ده اسمه هورن. وقلنا ان هي هالو اتش اي ال او وسترونج اس تي ار او، يبقى او مع او يبقى دي هالو مع هورن. اوكي، بعد كده الاوبزرفيشن بتاع الباي فاكالتي، عرفنا ان احنا بنعمل بي ميكس. بي ميكس ده هو بروفيشناليزم ميني ايفالويشن اكسرسايز، وعارف ان ده بيدينا ميثود، ايه ميثود مهمة جدا عشان اعمل اسسمنت للبروفيشناليزم، ماشي، في السيتنج والبروموتنج الفيدباك وانكارج ايه؟ سيلف ريفليكشن. عرفنا الجدول ده، قلنا ان احنا هنقراه بس كده قراية سريعة ونبقى ايه فاهمين يعني كل كلمة بتتكلم عن ايه، تمام. بعد كده دخلنا على البي ميكس، قلنا بي ميكس ده عبارة عن ايه؟ قلنا عبارة عن هو طريقة انا متجربة بتستخدم 24 سؤال في 4 كاتيجوري، اللي هم 4 كاتيجوري دول احفظهم، اللي هو الدكتور بيشنت سكيلز، تاني حاجة تايم مانجمنت، تالت حاجة ريفلكتيف سكيلز، تالت حاجة انتربرسونال سكيلز. الريفلكتيف اللي هو ايه؟ اللي هو مهارتي مع نفسي. طب وانتربرسونال مهارتي مع زمايلي. طب وتايم مانجمنت ودكتور بيشنت سكيلز. عرفنا ان بي ميكس ده مهم جدا في ايه؟ في 3 حاجات، فيدباك ريفليكشن وفورماتيف اسسمنت. اوكي، بعد كده دخلنا على السيلف اسسمنت. وايه السيلف اسسمنت ده؟ ان انت بدات تقيم نفسي انا، تمام، وابدا اعرف قدرتي. طب ده ازاي؟ انا مثلا اتعلمت طريقة معينة، في مثلا اتعلمت قياس الضغط، صح، بدات ان انا اعلمه ناس تانية، بدأ انا عندي ايه بقى؟ انا اللي هي الرقم 4 ده. طب هنا عرفت اعمله انا وبدات اطبقه مع نفسي، يبقى دوت ايه؟ رقم 3. طب هنا فهمت، بس بعد ما حد قعد يفهمني فيه ساعتين ثلاثه كده، يبقى ده 2. طب ما فهمتهاش لغايه دلوقتي اصلا بعد الكلام ده كله، يبقى دوت 1، اللي هو الايموشنز. اوكي، طب البير اسسمنت، قلنا البير اسسمنت دوت عباره عن ايه؟ عباره ان انا ببدا ان انا اقيم الناس الزملاء بتوعي عشان لما يتخرجوا ابدا ان انا اوديهم ايه؟ اوديهم العيله بتاعتي، تمام. وعرفنا I would refer my own family or patient to the future physician او ask the person ان هو يبقى ايه؟ my doctor. وطبعا عرفنا السلايد دي يعني حسيت مش مهمه قوي، انتوا قروها برضو. ودي تعرف ان اهم حاجه في البير ايفالويشن هو 4 تيبس، يا هما اول حاجه انت تبقى اونست، صريح، لكن مش اهبل كده، لا، تبقى انت دبلوماتيك، عندك ايه؟ تبقى دبلوماسي يعني. تاني حاجه انا سبورت يور اسيرشن وذ داتا، يبقى معاك مثلا انا قلت لك ان انت غلطت في حاجه فلانيه، بس ديت يبقى معايا ايه؟ معايا بيانات، مثلا غلطت في يوم كذا مع كذا، غلطت كذا مع كذا، معاك داتا، معاك بيانات. تالت حاجه ان انت تراي نوت ليت ايه؟ your personal relationship cloud your judgment، انت ما تبقاش ايه ما تخليهاش يعني العلاقات مع اصحابك مثلا، اصحابك بره، ما تخليهاش تاثر على قرارك. وتاني حاجه دونت رش ايه through process، ماشي. عرفنا البنفيت طبعا، عرفنا ان هم نعرف العيانين، والعيانين هي نفس الكلام اللي تحتيه، لو انت develop your own critical او evaluative capacity، انت تطور قدرتك على التقييم والكلام ده، و gain better understanding of requirement، بدأت انت تفهم المتطلبات بتاعتك، وبدأت ان انت تبقى عندك ايه؟ عمق في التفكير بتاعك، تمام. بعد كده دخلنا على الاوسكي، قلنا الاوسكي ده تخيلها بايه؟ بان انت داخل امتحان عملي في بطنه ان شاء الله لما تكبروا السنه الجايه كده، ماشي، دخلت على العيان مثلا والدكتور بدأ ان هو يسألك عن التكنيك مثلا، بدأ يسألك عن تاخد هيستوري والكلام ده، وتبقى متعاطف مع المريض والكلام ده. هو بيقول لك انت عندك كلينيكال نوليدج، عندك تكنيكال سكيلز، عندك هيومانيزم، عندك كوميونيكيشن وامباسي سكيلز،
ودوت بيأثر عليك في ايه، في ان انت مثلا خدت هيستوري تيكنج، عملت فيزيكال اكزامينشن، عملت تكنيكال سكيلز، عملت اورجانيزيشن، عملت انتربرسونال وكوميونيكيشن ايه سكيلز ماشي. وبعد كده دخلنا على رقم 5 اللي هو سيرفي. السيرفي ده اللي هو ايه، اللي هو استطلاع الرأي او كوشنير. قلنا الكوشنير دوت اللي هو بيبقى عبارة عن ايه، بيدينا فيدباك والكلام ده تمام. طيب وقال لك ان هو انا عايز منك، عايز اسمع منك انت رايك فيها ايه. اقول لك لا انا هعمل لك سيرفي، اعمل استطلاع راي ما بيننا كلنا واحنا نعمل لك تمام. بعد كده بورتفوليو. بورتفوليو ده عباره عن ملف انا بكتب فيه ايه من كل يوم، انا ادائي فيه كان عامل ازاي والكلام ده تمام. بعد كده دخلنا على ايه، دخلنا ان كل البيش، لا هنا بس عشان تبقى عارف كان في حته اللي هي بتاعت ايه، اللي هي بتاعت اللي هي في السيرفي. في السيرفي اللي هو بريفيلنس و سبجكتيف اكسبيرينس. عرفنا بريفيلنس ده اللي هو ايه، اللي هو دكتور قالت لك انا مثلا عملت المحاضره كلها غلطت 5% مثلا في النحو، في الجرامر تمام. طب تاني حاجه سبجكتيف اكسبيرينس، قالك دوت اللي هو ايه، اللي هو بعتمد على خبرتك انت بس اللي هو السبجكت اوكي. بعد كده بورتفوليو عرفناها. بعد كده بيقول لك ان كل الاستودنت محتاجين ان هم يتعملوا بحاجتين، يتقيموا بحاجتين او يتقاسوا بحاجتين، ايه هم، فورميتيف و سميتو اوكي. ويفتكر الكلام ده بقى، وشكرا لكم يعني.